حضرات السادة المشاهدين، تحية طيبة. وطبعا أنا سعيد جدا جدا لأنا بلتقيكم من جديد، وأتمنى إن شاء الله ليكم الخير والسعادة بإذن الله. كل سنة وأنتم طيبين بمناسبة شهر رمضان المبارك. إحنا كنا اتكلمنا في الحلقات السابقة عن صراع رئيس الزمالك مع الفنان رامز جلال. هعرض عليكم النهاردة مفاجأة، خبر بيقول لك خاص وعاجل، مرتضى منصور يطالب الداخلية بإيداع رامز جلال مستشفى المجانين. طبعا انا لما اقول لك عنوان الخبر انت تفتكر ان الكلام ده امبارح، اول امبارح، اول يعني تفتكره رمضان الجاري او شهر رمضان الحالي، لكن هتتفاجئ ان العنوان اللي انا قلته لك ده خاص وعاجل، مرتضى منصور يطالب الداخليه بايداع رامز جلال مستشفى المجانين، اتكتب يوم 30 مايو 2017. يوم 30 مايو 2017 على موقع اخبار الزمالك اتكتب الخبر ده بالعنوان اللي انا قلته. واتقال لك ايه جوه الخبر؟ يتقدم غدا الأربعاء مرتضى منصور رئيس الزمالك ببلاغ إلى وزير الداخلية يطالبه فيه بالقبض على رامز جلال، كما سيطالب وزارة الصحة بإيداعه في مستشفى الأمراض العقلية بين قوسين المجانين بسبب ما يعرضه في برنامجه رامز تحت الأرض، حيث يعرض حياة المصريين للخطر. وقال رئيس الزمالك إن رامز يعترف بنفسه انه مختل عقليا، ويعتمد برنامج رامز جلال على خلق حاله من الذعر لضيوفه. ده بقول لكم خبر اتكتب في 30 مايو 2017، نفس الطلبات اللي طلبها رئيس الزمالك من يومين في 2020 في شهر رمضان 2020 في شهر ابريل، هي الطلبات اللي طالبها نهاية ابريل، هي الطلبات اللي طالبها في 2017. بصوا بقى، هو يوم 28 ابريل 2020 قال لك ايه بقى، انا هات لكم الخبر اللي كتب في سنة 2017. قرر رئيس الزمالك انه ستقدم غدا بانزال وزير الداخلية بالقبض على رامز جلال، كما سيطالب وزارة الصحة بإيداعه في مستشفى الامراض العقلية، نفس الكلام، لانه يعرض حياة المصير للخطر، نفس الكلام. وقرر رئيس الزمالك ان رامز جلال مش متربي وهيحبسه قريب، كما ان رامز جلال يرسل له العديد من الرسائل يترجاه ان يقبل اعتذاره، مختتما ان اي لاعب في الزمالك سيظهر معه في البرنامج سيتم توقيع عقوبه عليه قدرها 500,000 جنيه. كما اكد رئيس الزمالك ان رامز مختل عقليا، وان برنامجه رامز مجنون رسمي يجب ايقافه. الكلام ده في 2020. انا بس عايز ارد على رئيس الزمالك واقول له انت كذاب، رامز جلال لا بعت لك رسائل ولا قال لك اقبل اعتذاري ولا نتصالح، ده ابنك هو اللي بعت رسائل لرامز جلال وقال له نقعد ونتكلم ونتصالح، ولو في اي حاجه مزعلاك عشان ابنك يتصور جنبه، وفي الاخر انت تطلع بعد كام يوم كده بعد شهر تقول ده رامز جالي واعتذر لي ومعلش وبتاع، وفاكر يا ولد لما جيت لي، وفاكر يا ولد لما اعتذرت لي، والاسطوانه المشروخه اللي انت بتعملها في الفيديوهات بتاعتك دي. بس من الواضح كده ان رامز معلم عليك، يعني في 2017 30 مايو طلعت تصريحات في شينك وقلت هوقفك، وطلبت وزير الداخليه ووزير الصحه لما كان عامل برنامج رامز تحت الارض. علم عليك في 2017، ايه ما اتعلمتش؟ عايز يتعلم عليك برضه في 2020، وعلم عليك في 2020 والبرنامج شغال والمحامي بتاعه شطفك بالقانون ومش هتقدر توقفه، والظاهر انت كل سنه لازم رامز يعلم عليك، ما بتبسطش ولا تتكيف لما رامز يعلم عليك. جاي في 2020 تقول نفس الكلام، انزال لوزير الداخليه وايداع رامز في مستشفى، هو نفس الكلام يا راجل، غير من 2017 ل 2020 بتقولهم هم، وبرده رامز هو برده بيعلم عليك. فطبعا هو كذاب، رامز لا اتصل بيه ولا عبره، رامز الراجل مشي في اجراءاته القانونيه زي ما قلت لكم امبارح، ابنه هو اللي قاعد يتودد لرامز عشان يصاحبه ويتصور معاه، وزي ما قلت لكم كل طموح رئيس الزمالك ان اسمه يتكتب في البرنامج المشار القانوني للبرنامج، ورامز رافض وخلاص البرنامج مكمل. بس انا حبيت اوريكم ان رئيس الزمالك حاطط رامز في دماغه، وفي 2017 تقدم بنفس البلاغ، وطبعا خسروا احنا في 2020، ورجع 2020 عمل نفس الفيلم وبرضه هيخسروا. حكايه بقى ان رامز متهم بتهديد المصريين والكلام ده، عايز اقول حاجه لرئيس الزمالك، اعتقد المصريين اللي بيروحوا البرنامج الناس مبسوطه وبيوافقوا على اذاعه البرنامج، انت بس الموضوع تعبك نفسيا، يعني انت الموضوع تعبك نفسيا
وطبعا بحيي موقف الفنان رامز جلال، وانا حبيت اعرض لكم ان رئيس الزمالك من 2017 بيخسر كل معاركه امام رامز جلال، وان رامز جلال الدكر بيعلم عليه من 2017 وبيشطفه كل سنه 2017 2018 2019 2020، وان شاء الله لو ربنا ادانا طول العمر 21 رئيس الزمالك برضه لو كمل معانا يعني وربنا ادانا العمر هيرفع نفس القضيه، وبرضه رامز ان شاء الله برضه لو ربنا ادانا العمر هيشطفه. يعني هو رئيس الزمالك ما بيبقاش مبسوط كده لو يقدر رمضان سعيد الا لما رامز يشطفه ويعلم عليه. عندنا بقى خبر تاني، رئيس الزمالك بيشتغل في نفسه. خبر ده، رئيس الزمالك بيشتغل نفسه. رئيس الزمالك بيقول لك ايه؟ مفيش لعيب هيمشي من الفرقه الا بموافقه كارتلون. وبيقول لك لازم كارتلون يكتب لي ورقه ويقول لي انا موافق على رحيل اي فريق في الفرقه. انت بتشتغل نفسك؟ بتضحك على نفسك؟ يا راجل ده انت مشيت محمد عبد الشافي وحسام حسن والكابتن ابراهيم حسن، طلعوا لك المكتب وحسام حسن كان ماسك الفرقه ساعتها قال لك ما عنديش باك شمال، عندي باك شمال واحد تمشيه ازاي؟ قلت له لا لا خلاص مش هيمشي يا كابتن، عيب يا حسام مش هيمشي. الراجل نزل من هنا بعته لاهلي جده. يا عم انت بتشتغل نفسك؟ طلعت تقول ما فيش لعيب هيمشي ولازم كرتون، الكلام ده بتضحك على بتضحك بيه على مين؟ ده انا انياسو ساله في البطوله العربيه في اسكندريه لما قال لك الفرقه فيها نقص، قلت له مصطفى فتحي مشي ليه؟ وافقت ليه على رحيله؟ قال لي انا ما وافقتش، وبلغت الاداره وبلغت رئيس الزمالك ان اللعيب ما يمشيش، وكلمت اعضاء مجلس الاداره اللي بيجولي قلت له ما تمشوش مصطفى فتحي. لكن رئيس الزمالك لو مسك ازازه بيبسي في ايده وقال لهم دي كوكا كولا هيقولوا له اه كوكا كولا، قال لي مشوه من غير ما يحترموا رايي. تشتغل نفسك؟ تقول ما فيش لعيب اساسي هيمشي غير لما كارتلون يكتب لي ورقه، والله والكلام ده احنا ما نعرفكش يعني، ها ما نعرفكش انت مشيت كام لعيب وكذا لعيب من غير ما بتعبر الجهاز الفني ولا بتحترم راي المدير الفني. ها اديني جبت لك نموذج محمد عبد الشافي والكابتن حسام طلع لك مبنى الاداره، انياسو في وسط الدنيا كلها انياسو البرتغالي قال لك ما وافقتش على رحيل مصطفى فتحي ومشاه بعد ما اعترضت على مشيه. ايه بتشتغل نفسك؟ قلت له ما فيش لعيب هيمشي الا لما كارتلون يكتب لي موافقه. تصفيق من الهقص ده، انت هتمشي اللي انت عايز تمشيه وانا عارف ان انت واخد قرار انت وابنك ان انتوا هتمشوا اللعيبه الاساسيه. واقول لكم بقى اللعيبه اللي ايه اللي هو حاطط في دماغه ان هم هيمشوا، إيه لو ابو جبل جاله عرض هيوافق، محمود علاء لو جاله عرض هيوافق، طارق حامد لو جاله عرض هيوافق، ساسي لو جاله عرض هيوافق، بن شرقي لو جاله عرض هيوافق، مصطفى فتحي لو جاله عرض هيوافق، اي لعيب اساسي في الفرقه جاله عرض ولقى الفلوس كويسه اللي هتدخل النادي هيوافق على طول. سيبك بقى يقول لك ده اساسي والقوام الاساسي ومش هنفرط في اللعيبه، وفي الاخر قوي بيقول لك قال الكارتلون قال لي اكتب لي ورقه. لا يا اخو انت بتعترف قوي يا اخو بورق الكارتلون، لا والنبي ما نعرفكش احنا اصلي اول مره نتعامل معاك. طبعا ده كلام كله في شينك يعني، هو يمشي اللي هو عايزه زي ما انا بقول لكم. فطبعا التصريح ده هو بيشتغل فيه نفسه يعني. إيه عندنا المهندس فرج عامر، طبعا انا بحترمه جدا واقدره، هو راجل محترم جدا في التعامل مع الصحفيين والاعلاميين، بس هو كتب حاجه كده على صفحته جماهير الزمالك هجمته بسببها. اقول لكم هو كتب ايه. قال لك شكرا كابتن حماده صدقي، خلال حواره مع الكابتن احمد شوبير وضح كيف سلب كاس مصر من سموحه عام 2014 ومنح للزمالك، وقال لك في خطه محكمه اتعملت شارك فيها الكابتن جهاد جريشه، اتسحب لقب 2014 من سموحه وراح للزمالك لقب كاس مصر. قال لك كمان 2018 برضه كان سموحه هو المفروض ياخد الكاس لكن اتسحب منه، وقال لك ان هو بيعتبر ان سموحه هو بطل نسختي كاس 2014 2018، وده اللي خلى جماهير الزمالك هجمته لما قال كلمه اني بعتبر سموحه بطل 2014 2018 لكاس مصر. مساله ان هو يقول لك الكاس سلب مني، الكاس تاخد مني، ده حق هو رئيس نادي يتكلم عن النادي بتاعه، لكن قال لك انا بعتبر سموحه هو البطل. طبعا جماهير الزمالك هجمته بعنف طبعا، لان ساعتها انتوا عارفين 2014 2018 اللي خد ساعتها البطولتين الزمالك، خدهم على حساب سموحه، بس خلاص الزمالك رفع الكاس ويتسجل ان هو بطل الكاس. حاجه ثانيه برضو اتكلم فيها المهندس فرج عامر، اتكلم في العداله التحكيميه، وقال لك انا بحترم الحكام لكن في اوقات كتير قوي مفيش عداله تحكيميه، وشاف من وجهه نظر لو في عداله تحكيميه سموحه هياخد بطوله الدوري وهياخد برضو بطوله الكاس. احنا طبعا كان لازم نعرض عليكم كلام المهندس فرج عام. كابتن ابراهيم صلاح لعيب الزمالك طبعا اللي بيلعب دلوقتي في نادي المقاولون العرب، ابراهيم صلاح طبعا من اللعيبه الملتزمه المحترمه سلوكيا وراجل اداؤه ثابت في الملعب وناجح جدا جدا مع
الكابتن عماد النحاس مدير الفني للمقاولون العرب. المقاولون العرب قال لك ابراهيم صلاح هيكمل معانا من الاعمده الاساسيه، واحنا مرتاحين جدا مع اللاعب، واللاعب ملتزم ومحترم ومستمر معانا. من جانبه برضو ابراهيم صلاح الراجل قال لك انا مكمل مع المقاولون العرب، الناس بيعاملوني بكل احترام وانا سعيد جدا جدا لوجودي في نادي كبير بحجم نادي المقاولون العرب.